كي كان قريب من تسجيل هدف كان سيكون الهدف الثاني اللابق بطل سيكون تامر سياما وجلال جلال سددها جلال كول الكابيتان على طريقة اللاعبين الكبار يسكن في شباك محمد معي قلت لكم الحسن يعشق مثل هكذا كرات جلال الداودي يقول له ما أنا موجود يقول له ما أنا قدم الإشارات بطريقتي الخاصة صحيح